معك الأمين عثمان مسير قاعة الدار الكبيرة بالدار البيضاء شارع مولاي إدريس، ممول حفلات من القطاعات اللي فيها اللي كتعاني بزاف وبزاف، وكنتمناو من الله وكنترجاو من الله اما الحكومه هذه ما شافت فينا ما عرفاتناش، كنتمناو من الله يشوف لينا شي يكون شي حل ان شاء الله. وبالنسبه للظروف اللي حنا تنعيشوا حاليا راه ربي اللي عالم بينا والله عالم على كل واحد، يعني ظروف قاسيه جدا. ماشي من غير المعيشه ديالنا، من المعيشه ديالنا ومعيشه ديال الناس اللي خدامين معنا. ان ملي كتقول تريتور كتقول واحد 30 حتى 40 واحد كيخدموا معاك مياومين، فهادي في الشهر وكثر، هذوك كتسموا عمال مياومين. كتحسب واحد العدد اللي الناس تقطع عليهم مساكن الاجر ديالهم وواقفين، وكممول كيحسبوك انت راه عندك، وحنا الله اللي عالم بينا. يعني الانسان كيجي عندك تيقول لك ديبانيني، وداك الديباناج يعني راه ماشي شهر ولا شهر، دابا حنا ولينا في من شهر ثلاثة حتى لدابا راه معاناة ديال بصح. ابار هادشي كاين معاناة من طرف راك عارف الماتيريال ديالنا، الماتيريال كنكونوا شاريين الماتيريال الاغلبية تيكون كريدي، وكاين الناس اللي حنا كارين عندهم ديبوات كيخصك واحد الأربعة ديبوات على الأقل واحد 15,000 ولا 20,000 في الشهر، هادو مصاريف هادو خارجة على أن الممول ما كيطلبش واحد شوية ديال الماتيريال. يعني الممول خصك تكون كامل من الماتيريال، يعني كيطلب واحد ثلاثة ولا أربعة ديبوات وهالعار تكون تكافيتي مع الطلبات ديال الزبناء اللي كتشرط. ولكن حاليا حنا تنعيشو ماشي إفلاس، راه إفلاس وفايت له. انا ملي كيتلاقى مع الواحد كيتسالك الكرا وكتلاقى مع الخدام ديالك كيبكي عليك كيقول لك رانا مقهوره ما عنديش، خصك كيفاش الضمير ديالك راه كيأنبك. هو راه ماشي هو اغلبيه ديال الخدامه تيكونوا مياومين، ولكن الضمير ديالنا كيأنبنا لان هذاك السيد حتى هو كيضحي معنا ملي كتكون عندنا الخدمه، تعيط ليه في اي وقت كيجي وهذا، وخصك تشوف من حاله مره تعطيه. يعني الميزانيه راه ما بقاش عندنا ما نعطيه، ولينا نتخباو على الناس اللي شافنا كيقول لك راه عنده، ولكن راه ولينا والله صراحه والله الا كنتخباو على الناس. واحد الازمه ديال ما عرفتش اللي ما عاشهاش ما غاديش، اللي ما عاش في الازمه ما غاديش. وكاين حلول من طرف الدوله خصها هي كاين حلول، حنا نعطيو الحل للدوله. يعني عندنا حلول كيفاش غنخدموا مع الناس، عندنا لا ديستون، عندنا المسافه كاينه. يعني العرس ديال اللي غادي يدير العرس ديال 10 ولا 15 طابله تقدر تقول ليه دير 8 طبالي. ولا كان المشكل في الاكل، حنا غادي نديروا اكل مثلا ديال لي بوفيه، هذا كل واحد يهز ديالو ونتكلفوا نعطيو لكل بيرسون الاكل ديالو. يعني بزاف ديال الحلول كاينين، كاين نسجلوا الحضور، نقيسوا الحراره، هادشي يعني هادشي التعقيم ديال اليدين. يعني حنا كوميم ما غاديش نكونوا بحال الزحام ديال الطوبيسات والزحام ديال الشواطئ وديال التراموي وهادو اللي هما الان خدامين. حنا ما يمكنش، حنا عندنا المسافه 800 متر راه تبارك الله الا درتي فيها 8 طبالي راه كاين تباعد اصلا، كاين ما بين طابله لطابله كاينه 3 متر. ونتمنى من الله هاد الحكومه تشوف فينا، ونتمنى من المسؤولين يديروا بحساب هاد الشيء اللي كنقولوا. حنا ماشي غير حنا اللي كنعانيو، عندنا الا جيت نحسب لك انا العرس على حساب اقل العرس اللي هو سميتو كتخدم فيه ماشي غير معنا، كتخدم فيه تقريبا على ما كنحسب 30 بيرسون في عرس ديال 6 طباري. اذا كانوا غالمصور 5 وكانوا النقافات 8 ولا 10 وكانوا عساوه 12 وكان الجوق 8 الناس ولا كان هذا، وزيد عليها السربايا وزيد على هذا الشيء، راه كلشي وقف. ما خاطر الانسان الا عنده شي حاجه مسكين فين يدخل واحد شويه، ولا عنده شي خوت اللي كيغطيو عليه من هنا ومن هنا. هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي كنشوف انا حاليا، هذا الشيء اللي كاين الخوت التعاون.